Problem 5 on the page 126. Mirna wants to distribute 2 1/3 liters of milk in glasses of capacity 7/9 liter each. How many glasses she can fill? فإذا ميرنا بدها توزع distribute 2 1/3 liter of milk بدها توزعهم على كبايات. كل كباية بتساع الكباسيتي تبعها 7/9 لتر. عم يسألني كم كباية هي بحاجة حتى إذا بدها توزع هيدول الحليب على الكبايات كم كباية هي بحاجة. فإذا لما نشوف كلمة distribute فإذا distribution بتدلني على division. أوكي فإذا we divide these two fractions 2 1/3 divided by 7/9. أكيد أول شيء بدنا نحول هالميكس نمبر لفراكشن، فإذا بضرب باللي تحت بعدين بجمع مع اللي فوق. 2 times 3 6 plus 1 7 7/3 divided by 7/9. أوكي وبعدين بنحول القسمة لضرب وبجيب الريسيبروكال اوف ذا سكند فراكشن، فبصير في عندي 7/3 times 9/7. أوكي وإذا أنا قادر أعمل simplification at this step بهيد المرحلة we could simplify أكيد 7 with 7 بيبقى عندي 9/3 و 9/3 9 is divisible by 3 إذا قسمنا 9/3 رح يطلع في عندي 3. فإذا Mirna needs 3 glasses. فإذا رح تكون ميرنا بحاجة لثلاث كبايات.